كام يوم اللي فاتوا ايام العيد قضينا فيها ايام جميله جدا. العيد خلاص خلص ونتمنى يا رب كده بهجه العيد تكمل معانا الايام اللي جايه. 3 ايام سعاده وحب والفه، الشوارع المصريه الجميله من اول صلاه العيد مرورا بالايام الثلاثه كانت مزدانه كده بالجمال والبهجه المصريه الخاصه. زيارات الاهل والاصحاب والاصدقاء ما وقفتش، صور الفرحه الجميله كانت مليانه في حياتنا. السوشيال ميديا كان يفرح يا بسنت، شفنا حاله كده من حالات البهجه، صور جميله جدا بتخلينا كده نعيش ايام حلوه. يا رب الايام دي تكمل معانا ايام كلها سعاده وموده والفه يا رب. مش بس كده يا محمد، كمان الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الفسح والخروجات كانت مليانة على غير العادة. احنا شفنا السنة دي طبعا أجواء مميزة جدا، طبع مميز بتتوارثه الأجيال جيل بعد جيل، ان احنا ننزل ونخرج ونستمتع بالعيد، دي عادة مصرية قديمة جدا جدا. في بيج على فيسبوك حتى كانت نشرة بعض الصور ملونة كده، الصور دي للمصريين وهم في الخمسينات ازاي بيحتفلوا بأجواء العيد. لغاية النهاردة احنا بنشوف الأجواء دي المختلفة، يمكن ابتدينا كمان نشوف الأجواء اللطيفة دي في بعض ساحات المساجد اللي بتوفر أجواء لطيفة جدا للأطفال عشان تجذبهم ان هم ييجوا يصلوا صلاة العيد ويبتدوا صلاة او يبتدوا العيد من بدري جدا من بعد الصلاة. فبنلاقي المصلين بيوزعوا الحلويات على الأطفال. شفنا كمان يمكن ساحات السينما السنة دي مليانة بسبب الأفلام العيد الموجودة، الناس راحت واحتفلت واتفرجت على أفلام، ده غير طبعا الحدائق العامة. العيد حالة خاصة، في بهجة وسعادة. كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رسم يعني بسمة وسعادة على أسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، وده طبعا الاحتفالية اللي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة واللي كلنا تابعناها مع بعض، وكانت نجمة طبعا هذا اليوم الفنانة صفاء أبو السعود اللي رجعت لنا تاني أغنية العيد اللي احنا متعودين عليها منها، وما بيبقاش عيد من غير ما نسمع أهلا أهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. يوم كان جميل جدا، يعني احنا ابتدينا العيد مع الساعات الأولى كده بعد صلاة العيد بالاحتفالية الجميلة جدا اللي كلنا كمصريين تابعناها بحب شديد جدا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر هذه الاحتفالية اللي شهدت مجموعة من الاستعراضات والأغاني، طبعا نجمتنا الجميلة صفاء أبو السعود بأغنية أهلا بالعيد بترجع لنا مرة تانية وبتخلينا نحس كده ببهجة وفرحة العيد. السيد الرئيس دايما في تقليد سنوي الحقيقة بيقدم في خلال هذه الاحتفالية تهنئة لأبناء الشهداء وأسرهم بعيد الفطر المبارك، بيقدم مشاهد إنسانية جميلة جدا، بيجبر بخاطر كل أسر الشهداء اللي قدموا أولادهم وأزواجهم فداء لهذا الوطن، بيشاركهم فرحة العيد الجميلة. الاحتفالية دي كمان كانت احتفالية مميزة جدا من خلال المشاهد اللي احنا شفناها من خلال رسم الابتسامة على وجوه أسر الشهداء، وكان فيها جانب مميز جدا، كان في حضور للعائلات الفلسطينية اللي طبعا بيمروا دلوقتي بمحنة شديدة جدا في قطاع غزة. الرئيس وقف معاهم، رحب بوجودهم معانا وحاول يقدم ليهم ابتسامة جميلة ويقول كده في رسالة للعالم كله إن مصر دايما مع القضية الفلسطينية، دايما مع أهلنا في فلسطين. الحقيقة مشهد يعني كلنا تابعناه كان جميل بكل تفاصيله، مبهج بكل حالته كده اللي احنا شفناها من بداية الاحتفالية اللي كانت أول يوم العيد، مشهد جميل جدا يا بسنت. حقيقي عجبني قوي كمان وانت بتحكي دلوقتي على اغنيه طبعا الفنانه صفاء ابو السعود، واحنا اللي بترجع تاني بشكل جديد لينا. عايزه اقول لك ان الاغنيه دي ليها تفاصيل كده لطيفه جدا جدا. صفاء ابو السعود ما كانتش عايزه تغني الاغنيه صحيح. دي في الاول كانت خايفه منها لان كانت خايفه من المقارنه مع اغنيه طبعا كوكب الشرق ام كلثوم يا ليت العيد، فأقنعوها بالأغنية وخدت طبعا يعني كده بيقولوا إيه يعني خطوة كده خطوة ثقة وعملت الأغنية. وعايزة أقولك إن تصوير الأغنية دي كان يعتبر أول فيديو كليب مصري يتصور. عايزة أقولك كمان يا بسنت إن الأغنية دي كانت المفروض تغنيها شادية، لكن صفاء أبو السعود هي اللي غنتها، وإحنا بنتكلم على 44 سنة، إحنا بنتكلم على أول مرة نسمع صوت العيد أو صوت صفاء أبو السعود اللي هي بقت علامة مسجلة بالزبط. في كل عيد لازم أول ما نسمع صوتها يبقى خلاص العيد جه. كان سنة 1984، يعني إحنا بنتكلم على أغنية عايشة معانا في وجدان المصريين
اكتر من 40 سنه 45 سنه ولغايه النهارده بالظبط لازم بيرتبط العيد العيد عامه باغنيتها طبعا. طيب يعني احكي لي بقى انت عملت ايه في العيد، يعني الحاجه اللي انت عملتها؟ انا اجمل حاجه عملتها في العيد بس انت ان انا اشتغلت الثلاث ايام صباح هنا مصر. يعني كل يوم او بعد اول يوم الصراحه اول يوم ما اشتغلتش فيه لكن ثاني وثالث يوم والنهارده كنا مع حضراتكم على الهواء، كنت انا مع بسنت طبعا. أيوه. معاك على الهواء، لكن بنحاول كده بعد ما نخلص الهواء الاجواء الجميله جدا اللي احنا بنعيشها. انا بشوف عن نفسي يعني بتقديري الشخصي ان اجمل حاجه في العيد يا بسنت لمه العيله طبعاً. يعني لمه العيله في بيتنا في بيت اهلنا، فكره ان احنا نقضي اليوم مع بعض. يعني من اول اليوم على سفره الفطار بعد كده بنخرج بنقعد، اعتقد انه السمة الجميله جدا في العيد هي السمة العائليه. شايف انتوا عملتي كده برضو ولا انا إيه؟ عملت كده فعلا. يعني طبعا انا اشتغلت كمان وقفه وتاني تالت يوم العيد ورابع يوم جدا والله. وانا من الناس اللي بعتبر النهارده ربع يوم العيد هيفضل عيد برضو عادي خالص. قضيت طبعا العيد مع اهلي ومع عيلتي، يعني جوزي وابني، ولطيف كمان ان الجو اليومين دول لطيف قوي، فابني عشان صغير لسه مش بخرجه لكن الجو عشان حلو ساعدنا ان هو ينزل ويشوف الشمس، ودي كانت حاجه لطيفه قوي من الحاجات اللي فعلا بتبقى حلوه لما العيد يجي في اجواء لطيفه. يعني الجو حلو يشجع ان انت تنزل تخرج في نفس الوقت مش الحر قوي لانه بالليل بيبتدي يبرد سنه صغيره فبيبقى لطيف قوي، فدي كانت من الاجواء الحلوه الحمد لله الحمد لله خلتني اقضي العيد حلو. عايزه اقول لك كمان انه احنا اشتغلنا في ايام العيد لكن الحاجه اللطيفه بقى جدا في انك تشتغل ايام العيد هو انك هتيجي الصبح او هتمشي بعد الهوا الشوارع فاضيه مفيش اي حد، انت ماشي لوحدك كده الشارع بتاعك تسمع مزيكا تعليها وتسوق. دي اجمل حاجه، انت يعني حطيتي ايدك على اجمل حاجه. الناس اللي بيشتغلوا او بيتطلب شغلهم ان هم ينزلوا في ايام الاجازات طبعا الشوارع فاضيه خلاص اليومين اللي جايين احنا يعني الاجازه بتخلص فهنرجع تاني للزحمه، لكن ايام حلوه ايام كلها بهجه وخير وجمال، ويا رب كده البهجه دي تستمر معانا. يعني مش عايزين برضو فكره ان احنا نشعر كده بالسعاده والبهجه مع الاعياد بس، مش عايزين البهجه تبقى فيها مناسبه. احنا قادرين ان احنا رغم كل الظروف الصعبه ان احنا نخلق البهجه دي، والمصريين دايما عندهم القدره الجميله دي انه رغم اي ظروف يا بسنت قادرين هم يضحكوا يبتسموا وان يبقى حياتهم حلوه وفيها بهجه. يا رب يديم علينا كده البهجه وجمال العيد طول ايام السنه. امين. النهارده معانا فقرات كتيره جدا، تابعونا في خلال الحلقه بنصبح عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر.